قد تتعرض العديد من النساء للإصابة بالعطاس أكثر من المعتاد عندما تكون حاملا. يدعو الأطباء هذه الحالة بالتهاب الأنف أثناء الحمل، وهو احتقان الأنف الذي يبدأ في أي لحظة أثناء الحمل وينتهي في غضون أسبوعين من ولادة الطفل. وتشمل الأعراض سيلان الأنف، الاحتقان، العطس. السبب غير معروف، ولكن يعتقد أنه يرتبط بالتغيرات الهرمونية، لذلك أطلق عليه التهاب الأنف الهرموني. قد يكون العطاس أحد أعراض الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، فأثناء الحمل يصبح الجهاز المناعي ضعيف. إن العطاس الناتج عن الإصابة بنزلة برد لن يسبب لك أو للجنين أي خطر، ولكن في حال إصابتك بالأنفلونزا أو الحمى ننصحك باستشارة الطبيب. لقد صمم جسد المرأة الحامل للحفاظ على الجنين من أي مخاطر، وبكل تأكيد فالعطس لا يمكن أن يضره ولا يشكل أي مخاطر في أي مرحلة من مراحل الحمل. ومع ذلك يمكن أن يكون العطس أحد أعراض الأمراض الخطرة مثل الأنفلونزا أو الربو. لذلك في حال الإصابة بمثل هذه الأمراض وعندما تواجه الحامل صعوبة في التنفس، هنا قد يكون الجنين معرض للخطر، خاصة إذا لم يحصل على الأكسجين اللازم، وهنا يجب استشارة الطبيب. إن بعض النساء الحوامل يعانين من ألم حاد في منطقة البطن عندما يعطسن، وعلى الرغم من هذا الألم إلا أن ذلك لا يعني الخطر. يجب أن تكوني أثناء فترة الحمل أكثر حذرا، خاصة فيما يتعلق بالأدوية والعلاج. إن بعض مسكنات الألم ومضادات الهستامين وأدوية الحساسية هي آمنة للاستخدام أثناء الحمل، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي منها. قد يمكنك استخدام العلاجات المنزلية الآتية التي تعتبر آمنة لك أثناء الحمل. أولا، استخدام المرطب ليلا لمنع الهواء الجاف من تهيج ممرات الأنف. ثانيا، وعاء نيتي للتخلص من احتقان الأنف. إذا يتم استخدام وعاء نيتي لغسل الحبوب الأنفية مع محلول ملحي أو ماء مقطر. ثالثا، احرصي على تهوية المنزل وتنقية الهواء، فقد يكون لديك حساسية تجاه شيء ما في منزلك أو مكتبك مثل العفن أو الغبار. رابعا، استخدام رذاذ الأنف للجيوب الأنفية. خامسا، تجنب المحفزات التي قد تكون مسببة للحساسية، فإذا كنت تعانين من الحساسية الموسمية أو حساسية تجاه وبر الحيوانات الأليفة، قومي بتغيير ملابسك عند العودة إلى المنزل والاستحمام. سادسا، الحصول على لقاح ضد الأنفلونزا في وقت مبكر بهدف الوقاية. سابعا، إذا كنت تعانين من الربو ننصحك باستشارة الطبيب لوضع خطة علاجية مناسبة واتباعها بعناية. ثامنا، قومي بممارسة الرياضة المنتظمة والمناسبة للحامل والتي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي. ثامنا، إذا رافق عملية العطس مشكلة سلس البول، ننصحك باستخدام الفوط اليومية الخاصة والتي يمكن أن تساعد في تقليل البلل ومنع الإحراج.